سمعوا خالتي حبيبي يا روحي انت رح نخلص بسرعة ماشي بس يعطوك اللقاح رح نمشي فورا بس رح نستنى لحتى يلقحوك هلأ صرنا جاهزين فتون خانم ممكن تهدي الصبي لأعطيه الإبرة؟ فتون خير شو صار لك؟ أنا منيحة بس لما شفت الإبرة تضايقت شوي ما تخافي بنوب ما رح يصير له شيء انتي اطلعي انتظرينا برا أنا وسما ما بدي أتركه رح ضل فتون اطلعي لأنه وشك صفر ومبين أنك مرعوبة يلا اطلعي أنا معه لو أنه الإبرة إلي ما عندي مشكلة بس لأنه سمعه رح ياخدها ما عم بتحمل هالشي لك يا فتون اسمعيني يلا بقى اطلعي خلي الدكتورة تشوف شغلها أنا معه لا تخافي ما رح أتركه لسمعه لا تخافي أبدا فتون خانم ما رح يصير له أي شيء يلا ايه دكتور جانبك مسك له ايده للبيبي لو سمحت ماشي فتون يلا اطلعي وهلأ خلصنا معناتها اجوا لهون لحتى يطمنوا على البيبي قبل ما تسافر نورهان خانم طيب وانا ليش ما عندي خبر بجيتون ناجي؟ ممكن تشرح لي هالشي فورا؟ لا تنسى انه انا اللي اخترعت قصة الحمل ليش عم تتصرفوا كأنه ما إلي علاقة بالموضوع؟ فهمني دقيقة يا مديحة خانم ليكي صدقيني ما حدا حس منهم انه البيبي مو موجود فيكي تعتمدي علي يا عصفورتي انا ما بيطلع مني الحكي بإذن الله سر حمل رفيف خانم المزيف بأمان طول ما أنا عايش واثق من اللي عم تقوله ناجي؟ طبعاً يا عصفورتي ايه منيح هاي فتون شو قلتي يا روحي؟ القزمة سمعتنا رحنا فيها وقف انت بس فتون 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 ما مصدق اللي سمعته بهدلنا على الآخر عم صدق فتون استني فتون بدي اياكي وقفي يا شباب ارجعوا لورا ارجعوا لورا بعدي عنا يا خانم ما تحتلين السعادة جيبوا النقالة فورا جيبوا النقالة بسرعة مدري شو صار له يلا يا شباب كأنه غابت عن الوعي يا شباب بعدوا عنهم هيك غابت عن الوعي حدا ينادي للدكتور يا جماعة اسمعيني كنتي السابقة كل اللي سمعتيه مانو مزبوط فتون يا جماعة بعدوا عنا رح تنسي كل شيء سمعتيه هلأ من شوي والله الضربة على راسها كانت قوية لو سمحت بعدوا عنا بعدوا شوي بعدوا عنا شوي بعدوا عنا خلوها تتنفس يا جماعة بعدوا فتون أمي فتون فتون أنت منيحة ردي علي فتون ردي فتون يلا فتون أنت منيحة ردي علي أنا منيحة حبيبي حبيبك وقع بسيطة لا تشغل بالك لا تطلع فيني هيك ساعدني لوقف جان رح ساعدك ليش الكل عم يطلعوا فيني إذنك. هيك معلومة مخلوة تاخذ نفس شوي شوي يسلموا شكلها هالوقعة اللي وقعتها والله كتير قوية حسيت حالي اني متت وعشت من جديد حياتي حياتك يا بنتي انت شو عم تقولي مرت عمي مديحة ضربت فيني شو ما شفتوها؟ عم تقول مرت عمي مديحة أكيد رح أوقع من طولي وعن جد هالمرة هدوني يا جماعة مرت عمي مديحة حاولت تكسر لي عظامي قبل العرس بس شكله ما طلع بإيدها قبل العرس؟ إيه أي عرس اللي عم تحكي عنه؟ فتون منتبه شو عم بتقولي؟ شو أنتوا اليوم مجتمعين كلياتكم لتتمقلسوا علي؟ شو مو مصدقين حكي؟ حياتي نحن عرسنا مانو بعد يومين ولا نسيتوا؟ شو بكون؟ يا الله فتون أنت شو عم تغطسي؟ شو هالبيبي الحلو ما شاء الله لمين هاد؟ ليزا كمان قربت تولد ما ضل شي عضت كوساية شو وينهن؟ وين ليزا؟ جيت معه مع عماد لنطمن على البيبي راحت راحت؟ ليزا راحت؟ راح المخ انتي مخك طار إيف شو هذا اللي عم تقولي؟ ما عم بفهم شي بنو يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها